من القدس الكاتب والباحث السياسي فراس ياغي والكاتب والباحث السياسي شلومو غنور، أهلا بكما على سكاي نيوز عربية. أبدأ مع ضيفي سيد فراس. سيد فراس، أين تبدو هذه الصفقة التي تحدث عنها منسق البيت الأبيض جون كيربي بأن هناك فرصة، ولكن ألا تبدو أن هذه الفرصة لصفقة تبادل تبدو شبه معدومة في ظل تصريحات بنيامين نتنياهو الأخيرة؟ صباح الخير لكل المشاهدين ولضيفك الكريم. أولا، متطلبات الصفقة والتهدئة هي متطلب أمريكي عاجل، يعني هذا ضغط أمريكي على كل الأطراف من أجل التوصل إلى صفقة ولو مؤقتة، لأن الوضع في منطقة الشرق الأوسط يعني قاب قوسين وينفجر، ويبدو أن كل المعضلة موجودة في قطاع غزة، وبالتالي التوصل إلى هدنة تتعلق بصفقة لتبادل الأسرى في قطاع غزة ستؤدي إلى تهدئة في كافة الجبهات بهذا الخصوص. لذلك تعطي أمريكا هذا الموضوع أهمية قصوى، وسوف نرى زيارة الوزير بلينكين في مطلع هذا الأسبوع إلى إسرائيل وإلى المنطقة في سياق هذا الموضوع بالذات، الحديث عن صفقة تبادل أسرى مؤقتة في مرحلتها الأولى تكون 31 واحد، بمعنى واحد أسير إسرائيلي مدني أو من كبار السن مقابل 30 أسير فلسطيني مقابل يوم هدنة واحدة. هناك فقط اعتراض كان من قبل حماس حول مسألة المرحلة الثالثة، بأن تكون المرحلة الثالثة فيها الضباط الكبار وليست فقط الجثث، بما معنى أن حماس تذهب باتجاه وقف إطلاق نار دائم، ونتنياهو لديه معضلة ومشكلة حقيقية في الواقع الإسرائيلي نتيجة لتهديد اليمين الإسرائيلي بن غفير بإسقاط الحكومة. لذلك يتحدث في مستوطنة شيلو بأنه لن يطلق آلاف الأسرى، وأنه لن يخرج من غزة، وأنه ذاهب في حربه حتى الانتصار المبين على حماس. ولكن في واقع الأمر في الداخل الإسرائيلي أيضا في ضغوطات حول هذه المسألة، وهناك في مجلس الحرب تقريبا موافقة على مسألة الخطة التي طرحت كإطار عام في داخل في اجتماعات باريس. أعتقد أن تصريحات نتنياهو لا تعني أن هناك موقف بعدم الذهاب إلى تبادل الأسرى، فنتنياهو لديه أغلبية في المجلس السياسي والأمني في داخل الكابينت الإسرائيلي، ولكن هل سيذهب بن غفير وسموتريتش نحو إسقاط حكومة نتنياهو؟ أنا شخصيا لا أعتقد أن هذا مجرد تهديد، ولن يستطيع إسقاطه، ولأن إسقاط الحكومة ليس في صالح حتى بن غفير ولا في صالح سموتريتش، مادام لا يوجد هناك اتفاق على وقف إطلاق نار دائم، ومادام نتنياهو يتحدث أنه سوف يستمر في المعركة بعد انتهاء مدة وقف إطلاق النار، فأعتقد إذا ما طرحت على المجلس السياسي والأمني في الكابينت الإسرائيلي فسوف يذهبون إلى توافق وموافقة على إحداث هدنة مؤقتة، ونتنياهو والشارع الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي معني بالتوصل إلى هدنة في هذه الفترة، لأن الاستمرار في المعركة في قطاع غزة دون أهداف سياسية حقيقية قابلة للتحقيق فهذه مسألة صعبة. لأن جالان تحدث بالأمس وقال لنتنياهو أنت أمام خيارين، إما أن تحتل المناطق في قطاع غزة 10 مرات في كل مرة ستحتاج إلى دخول هذه المناطق وتحتلها، وإما أن تبحث عن اليوم التالي وتتحدث عن هيئة مدنية تقود قطاع غزة، وبالتالي توجد هناك هيئة تشرف على الموضوع الأمني. لذلك صفقة تبادل الأسرى مهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وجميع الأطراف بحاجة لها. هناك فقط مشكلة مع سموتريتش وبن غفير، أعتقد أن نتنياهو سيتغلب عليها تحت عنوان أنه لن يوقف إطلاق نار دائم، وأن هذه فقط وقفة لمدة هدنة لمدة 40 يوما. نعم سيد شلومو غنور، جون كيربي يتحدث عن أن هناك فرصة لإبرام صفقة تبادل في ظل تصريحات نتنياهو بالأمس عن كون هذه الصفقة والمطالب لن تسحب إسرائيل قواتها من غزة ولن تطلق سراح آلاف المحتجزين أو السجناء أو الأسرى الفلسطينيين، كيف تبدو لك هذه الصفقة في ظل تصريحات نتنياهو بالأمس؟ صباح الخير للجميع، وأيضا
للزميل في القدس. أقوال نتنياهو ربما تتصادم مع الجو العام والتصريحات الواردة من واشنطن ومن العواصم العربية المختلفة، ولكن الكل هنا في انتظار رد حماس، لأنه هو سيكون المفتاح لتحريك أي موضوع. هناك في إسرائيل ينتظرون هذا الرد، رد حماس، لكي يتم مناقشته غدا في مجلس الحرب وأيضا في المجلس الوزاري المصغر. قرار وموقف حماس قد يقرر الموقف الإسرائيلي بصورة عامة من هذه الصفقة التي وضعت لها الأطر العامة في قمة باريس ولم تدخل القمة إلى التفاصيل. وأعتقد بأن موضوعين هامين لا يزالان يتخبط بها الجانب الإسرائيلي وأيضا مستقبل هذه الصفقة. الأول هو موضوع المقياس المفتاح لعدد المحكومين الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل كل مقتطف إسرائيلي. والموضوع الثاني هو مدة وقف إطلاق النار حسب وجهة النظر الإسرائيلية مقابل المطلب الحمساوي وهو وقف دائم وإنهاء هذه الحرب. أعتقد بأن المخرج سيكون بمثابة صيغة ضبابية لإيجاد قاسم مشترك إذا هذه ستكون آخر المشاكل على ضرب تحقيق هذه الصفقة. بالنسبة لسؤالك وجيه وموقف واشنطن، أعتقد بأن هذا هو الموضوع الذي سيتناوله أيضا المبعوث الإسرائيلي لواشنطن اليوم الوزير رون ديرمر في نقل وجهات نظر نتنياهو شخصيا إلى الإدارة الأمريكية، خاصة وأن الموضوع العام والضغوط الأمريكية العلنية هي تضع نتنياهو وتضع إسرائيل في موضع حرج، ولذلك يجب إيجاد التفاهم العام للموضوع، ليس فقط لموضوع صفقة المخطوفين بل أيضا للتحرك الأمريكي والتصور الأمريكي لموضوع الشرق الأوسط بعد انتهاء هذه الحرب. وهذا يتضمن موضوع الدور السلطة الفلسطينية المتجدد ودورها في قطاع غزة بعد انتهاء هذه الحرب، وأيضا موضوع تطبيع العلاقات مع إسرائيل بين الدول العربية وعلى رأسها السعودية، وذلك مدخلا لصفقة شاملة لإحلال الموضوع، لإحلال واستتباب الأوضاع في الشرق الأوسط. أعتقد بأن في إطار هذا التحرك يجب قراءة أقوال المستشار الأمن القومي الناطق بالمستشار الأمن القومي، لأن رغبة أمريكية هناك متوفرة، رغبة أمريكية خاصة للرئيس بايدن بالنظر إلى صفقة المخطوفين كمدخل لتطبيق السياسة الأمريكية والرؤية الأمريكية، وذلك قبل أن تخوض الولايات المتحدة المعركة الانتخابية في الأشهر المتقدمة من هذا العام. لذلك الضغط الأمريكي سنراه، هذا نعم. بالإضافة إلى وصول وزير الخارجية الأمريكي في نهاية هذا الشهر هذا الأسبوع. لذلك أعتقد بأننا في بداية مرحلة جديدة، أسئلة علامات سؤال كبيرة، ولكن أعتقد بأننا لا زلنا على مخترق الطرق هام بالنسبة لتحرك العملية. نعم. وصلت الفكرة سيد شلومو. سيد فراس، يعني أسامة حمدان القيادي في حركة حماس ظهر في لقاء خاص مع سكاي نيوز عربية متحدثا عن أن الحديث عن أن هناك تسريبات من قبل الصحافة الإسرائيلية في معلومات غير دقيقة تضع اللوم على حماس وحول أي صفقة تبادل، وهي محاولات من قبل الجانب الإسرائيلي لشراء الوقت، هذا ما وصفه أسامة حمدان. لكن السؤال هو، ألم تشتري لربما إسرائيل وقتا كافيا حتى هذه اللحظة للنظر بشكل جدي لأي عملية أو أي اتفاق هدنة أو أي عملية لوقف إطلاق النار؟
يعني ليس فقط شراء وقت، يعني الوقت ينفذ بالنسبة لإسرائيل. نحن نتحدث عن 118 يوم في المعركة، سندخل الشهر الخامس في هذه المعركة، ولا يزال نتنياهو يتحدث عن النصر المبين، ولا يزال يتحدث عن تحقيق الأهداف المعلنة من الحرب، وهو يعلم جيدا أن هذه الأهداف غير ممكن تحقيقها على أرض الواقع في داخل قطاع غزة. الصحافة الإسرائيلية تحدثت عن سيطرة حكومة حماس على المناطق التي انسحبت منها من داخل قطاع غزة، وبالتالي رأينا تصريح جالانت بحديثه عن أننا سنضطر إلى العودة لاحتلال بعض المناطق في داخل قطاع غزة. لذلك يجب أن يكون هناك مقاربة سياسية في الحل، ودون الذهاب إلى مقاربة سياسية لن يستطيع لا نتنياهو ولا غير نتنياهو أن يحقق هذه الأهداف المعلنة بهذا الخصوص. فقط عبر رزمة سياسية وصفقة سياسية يمكن التوافق والتواصل إلى أن لا تصبح غزة تهديد على الأمن الإسرائيلي، ولن تصبح إسرائيل تهديد أيضا على الأمن الفلسطيني، وأن يكون هناك آفاق للذهاب في خطوات للسلام في المنطقة، وفقا لطرح بلينكن في زيارته الأخيرة للمنطقة وحديثه عن تطبيع وعن دولة فلسطينية وعن وحدة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ولكن حتى الآن في ظل حكومة نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف في داخل إسرائيل، كل المقاربات السياسية لا يمكن الحديث عنها بالمطلق. قبل يومين كان هناك مؤتمر للاستيطان دعا له بن غفير في داخل القدس، وحضره 12 وزير و15 عضو كنيست، وكان عنوانه هو الترحيل هو الحل، وبن غفير يصرخ على المسرح ويقول دعونا نشجعهم دعونا نشجعهم. هذا أساس وعقلية من يقود في داخل إسرائيل ومن هو موجود في حكومة بنيامين نتنياهو. لذلك الذهاب إلى مسألة أي موضوع سياسي مع حكومة نتنياهو هذه مسألة مؤجلة. إذا ما كان هناك إمكانية للذهاب إلى وقف إطلاق نار مؤقت والذهاب إلى هدنة 40 يوما وفق كل المعطيات والأحاديث التي يتم حولها من الناحية الإعلامية وفق التسريبات، فهناك إمكانيات لأن يتحرك المشهد في داخل إسرائيل وأن تحدث بعض الضغوطات بهذا الاتجاه. قد نصل في نهايتها وفي خواتيمها إلى وقف دائم لإطلاق النار، وبالتالي نتحدث عن حلول سياسية بهذا الخصوص. ليكن معلوما أن في ظل وجود سموتريتش وبن غفير فلن يكون هناك أي مقاربة سياسية في المنطقة ككل. الولايات المتحدة الأمريكية معنية بالتهدئة في المنطقة، والولايات المتحدة رأت بعد العملية الأخيرة التي تمت في إحدى القواعد على إحدى القواعد الأمريكية في داخل الأردن، نعم، كيف أن الشرق الأوسط على برميل بارود وأنه قد ينفجر في وجه أمريكا، وهذا ليس لصالح لا أمريكا ولا لصالح دول المنطقة ككل. هذا المنطق هو منطق فقط المتطرفين أمثال سموتريتش وبن غفير. نعم سيد شلومو، يائير لابيد زعيم المعارضة تحدث عن أنه أعطى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ما وصفه بشبكة أمان للحكومة لأي صفقة تعيد من خلالها الأسرى، ولربما تحدث عن نقطة مهمة وأنه في حال استمرار الحكومة بالمماطلة في أي صفقة تعيد الأسرى مرة أخرى إلى إسرائيل ستنهار ثقة المواطنين بالحكومة والعلاقة بين الشعب والحكومة. هل فعلا من خلال ما هو قائم تتجه إسرائيل ويتجه الداخل الإسرائيلي إلى هكذا نوع من الأحداث؟ هامش المناورة المفتوحة أمام نتنياهو ضيق جدا، فبالرغم من رغبتي في الحفاظ على الائتلاف اليميني المتشدد الحالي وعدم الاعتماد على جهات سياسية أخرى بالرغم من اقتراح يائير لابيد، وأيضا التهديد بيني جانتس وأيزنفورد بالانسحاب من هذه الحكومة في حال عدم الوصول إلى اتفاق بشأن المخطوفين. أعتقد بأن هذا هو المجال الضيق الذي يقف فيه نتنياهو بين تفضيل الائتلاف الحكومي الحالي أو القبول بشبكة الأمان، مع العلم بأن شبكة الأمان المقترحة هي لفترة ضيقة في نهاية لفترة قصيرة، في نهايتها سيكون له ثمن سياسي أي الارتماء في أحضان
اليسار والوسط مع الثمن في يوم الانتخابات وافق ده نتنياهو القاعدة السياسية له داخل حزب الليكود وداخل الجناح اليميني ككل. هذه هي مراهنة لنتنياهو قد يقف أمامها، ولا أعتقد بأنه سيقامر في هذه الساعة على هذا الطرف أو آخر، بل سيأخذ ربما القرار البراغماتي السياسي المطلوب منه كمسؤول أول، وهو اتخاذ القرار بالنسبة لصفقة المخطوفين والإفراج عن مجموعة معينة من المحكومين الفلسطينيين بدون إغضاب الجناح اليميني المتشدد. علينا نذكر بأن صفقة شاليت التي دفعت إسرائيل مقابل شاليت فقط دفعت نحو 1027 محكوما فلسطينيا، منهم عدد لا بأس من أعضاء حماس ومن بينهم السنوار نفسه. لذلك هذه هي عبرة سلبية في ذهن الإسرائيلي ككل، وأيضا لا سيما في الأحزاب اليمينية، ولذلك لا يريدون أن تتكرر نفس المظاهر للإفراج عن محكومين بالآلاف، ومن هنا أيضا تصريحات نتنياهو. أيضا الجانب الآخر في الوسط واليسار لا يريدون أيضا أن عودة مرة ثانية إلى مظاهر المهرجانات الفلسطينية، علما بأن أولئك المفرج عنهم سينضمون تلقائيا إلى صفوف المقاومة الفلسطينية. هذه هي المعضلة أمام نتنياهو أمام اقتراح شريط متأسف لبيد من جهة، وأمام تخبط نتنياهو للحفاظ على الائتلاف اليميني الحاكم الآن. أعتقد بأن الضغط الأمريكي سيكون له الأثر لدفع نتنياهو في اتخاذ القرار بالرغم من أنف هذا الجناح أو الآخر، لأن هذا هو المطلوب من سياسي مسؤول في إسرائيل في هذا الظرف الدقيق. نعم سيد فراس، برأيك في ظل دخول لربما القاهرة وتل أبيب في مواجهة مصغرة، دعنا نقول في ظل التصريحات وحول محور فيلادلفيا وحول الرفض المصري المتكرر لبعض الممارسات الإسرائيلية، تحضر هناك لربما خيارات تصادمية تخيم على العلاقات بين الجانب الإسرائيلي والمصري، هل من شأن هذه المواجهات حتى ولو كانت مواجهات مصغرة حتى اللحظة أن تؤثر في سير أي عملية الوصول إلى صفقة تبادل أو وقف نهائي للحرب؟ هي أولا من مصلحة إسرائيل ومصلحة مصر الذهاب إلى تبادل للأسرى وإلى هدنة في داخل قطاع غزة لتأجيل أي تصادم قد يحدث حول موضوع محور فيلادلفيا، لأن الموقف المصري واضح في هذه المسألة، لن يسمح لإسرائيل بالدخول إلى محور فيلادلفيا. وإسرائيل وبعض قيادات الإسرائيلية يتحدثون أنه لا يمكن إطباق الحصار على قطاع غزة دون السيطرة على محور فيلادلفيا بهذا الخصوص، ولكن هذه معضلة إسرائيل وليست معضلة مصر. هناك توافقات واتفاقات سابقة وإسرائيل عليها أن تلتزم بهذه الاتفاقات، هذه اتفاقات دولية تمت ما بين مصر وما بين إسرائيل في هذا الموضوع. أنا أرى أن نتنياهو يصلي وسيبقى يصلي من أجل أن تكون هناك ردا من حماس يستطيع أن يستغله تحت عنوان أن هناك رفض من الجانب الآخر بهذا الخصوص، ولكن أن يذهب إلى تبادل للأسرى فهذا موقف أصبح إقليمي وموقف دولي وموقف أمريكي بهذا الخصوص، وعليه هو أن يتعاطى مع بن غفير ويتعاطى مع سموتريتش ورفضهم في هذا الموضوع. أما الاحتفالات الفلسطينية فهي مسألة طبيعية، والإفراج عن الأسرى من الأحكام المتوسطة والعالية، هذا الحديث حول هذه المسألة. على إسرائيل أن تفهم أن عليها أن تدفع الثمن مقابل جلبها لأسراها واحتجازها من داخل قطاع غزة، فالشعب الفلسطيني أيضا يدفع ثمن منذ 75 عاما. لذلك كل المقاربات يجب أن تكون باتجاه الذهاب إلى حلول وليس باتجاه التصعيد
واستمرارية التصعيد. فالحديث عن محور فيلادلفيا هو تصعيد ليس فقط مع جمهورية مصر العربية، هو محاولة لتغيير المشهد على مستوى المنطقة ككل، محاولة لتغيير كل المقاربات والاتفاقيات التي تمت منذ سبعينيات القرن الماضي برعاية الأمريكية، وبالتالي إحداث تغيير على المستوى الجيوسياسي في داخل المنطقة. يجب أن يفهم نتنياهو ويفهم سموتريتش وبن غفير بأن أي سلام لإسرائيل لا يكون بالقوة ولا بمزيد من القوة ولا باحتلال الأراضي ولا بالاستيطان في جوش قطيف كما يريد سموتريتش وبن غفير، يكون بدولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، وهذه معضلة المجتمع الدولي الذي يجب أن يضغط على إسرائيل بهذا الخصوص ويفرض هذه المسألة. ورأينا حديث وزير الخارجية البريطاني حول هذه المسألة واستعداد بريطانيا وبشكل مبدئي للحديث عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية. لذلك مسألة محور فيلادلفيا هي جزء من المعضلة الموجودة في داخل قطاع غزة ومن المعركة القائمة في قطاع غزة. لذلك التوصل إلى أي حلول تتعلق بقطاع غزة ستؤدي إلى أنها هذه المشكلة، ولكن لن تسمح مصر لإسرائيل في إذا ما استمرت في قتالها وفي عدوانها أن تدخل إلى محور فيلادلفيا، لأن هذا مخالف لكل القوانين والأعراف الدولية، وبالتالي على إسرائيل أن تجد الحلول بنفسها بعيدا عن انتهاك القوانين والسيادة المصرية. شكرا جزيلا لكما ضيفي من القدس، الكاتب والباحث السياسي فراس ياغي والكاتب والباحث السياسي شلومو كانور.